المرة اللي فاتت كنا خدنا تمثيل النقطة والمستطيل والمستوى والمستوى المرفوع. بعد ما خلصنا المستوى الفرق بقى نبدأ في عمليات الموضع والقياس والدوران، بعد كده نبدأ ناخد المبسمات. العدد عشان كبير فيعني اللي هو جاي يحضر عشان يسمع ويتعلم يفضل الموضوع، اللي جاي يتفرج وجاي يهرج يعني اعتقد 50 دقيقة كده يخرج احسن، لان انا هخرجه خليه يهرج مع اللي جنبه هطرده فيعطل المحاضرة. فمن البداية كده اللي جاي يهرج يا جماعة مع زمايله جاي يقضي وقت سعيد كده معاهم يبقى يتفضل من دلوقتي، والا لا يقعد يسقط. كلمش الا لما افتح باب الحوار بس مش اكتر من كده. ايه مش حد عايز يقرا؟ كله جاي يسمع؟ ما شاء الله لا ما انت هتضرب بعدين. طيب هنشوف خلال المحاضرة هنشوف. طيب عمليات الموقع بسم الله الرحمن الرحيم كده انت في عمليات الموقع وتعرفين الشغل كله يبقى حبيب الدكتور الحاجات الأساسية الشغل كله يبقى في العمليات. لما بيجي لك مسألة ما بقولكش بس المستوى النقطة والمستطيل، أنا بقولك بس المربع بس الهرم هات حاجة معينة فبتبدأ تستفيد في هذه العملية. خلاص؟ عمليات الموقع نقصد فيها ايه؟ يعني ايه موقع ده؟ سمعنا الاسم ده في الترم الاولاني بس هل يا ترى فكرت يعني ايه موقع؟ العمليه بتاعته يعني هل ريليتد للاسم ده؟ طيب هي كلمه موقع في البوزيشن حاجه بالنسبه لحاجه، تلاقي مثلا عمليه معينه تجيب تقارب مستويين اخوانه تقارب مستويين تحدد البوزيشن الريلتيف بوزيشن جميعهم وليس هو اخوانه المستويين دول الريلتيف بوزيشن بالنسبه لهم ايه؟ هم متقاطعين هو ده متوازيين طب لو متوازيين تعرف ازاي هم متوازيين او اقسم ما يوازي مستوى تاني، فده موضوع ايه؟ موضوع الموضوع هنبدا بتقارب المستويين تقارب المستويين تعرفين الحالات بين المستويين يا اما يبقوا ايه يا اما يبقوا ايه يا اما يبقوا ايه متوازيين متقاطعين يا اما متوازيين يا اما متقاطعين يا اما شماليين مفيش اما شماليين ما ينفعش يبقوا شماليين في حاجه اسمها مستويين شماليين والله ما ينفعش مفيش في الفراغ الثلاثي مفيش لكن في الفراغ اللي اعلى كده ممكن يبقى فيه بس يعني ما تركزش قوي في الجمله دي قصه عشان ما تهيسش المهم لو في الفراغ الثلاثي انت بتدرسه المستويين يا اما متوازيين يا اما متقاطعين طب لو متقاطعين يتقاطعوا في ايه؟ خط خط مستقيم تعالى نشوف ازاي تجيب خط تقاطع مستويين خلاص؟ عشان تجيب خط تقاطع مستويين في العمود بتعمل ايه؟ بتقاطع عمود عشان تجيب خط تقاطع مستويين بتعمل ايه؟ تقاطع الاثرين اللي تحت في نقطه وتقاطع الاثرين في نقطه اللي فوق مين؟ هل توصل لهم دايركت ولا توصل بمسقطهم؟ بالدش وده؟ بمسقطهم نفس الكلام هنعمله عايزين ايه؟ نقطتين على خط التقاطع ومسقطهم. طيب النقطة اللي على خط التقاطع هجيبها ازاي؟ هجيبها ازاي؟ هي نقطة مشتركة. النقطة اللي على خط التقاطع دي نقطة ايه؟ مشتركة، مشتركة في ايه؟ المستويين. هي موجودة في المستوى ده موجودة في المستوى ده. طب ايه رأيك؟ لو انا جبت خط في المستوى ده وخط في المستوى ده وخطين دول الارض يبقى نقطه تقاطع هي نقطه مشتركه بين المستويين ينفع؟ ينفع؟ يبقى انا هحاول اجيب خط في المستوى ده وخط في المستوى ده بس مش شرط يكون خطين ايه؟ متقاطعين يوم ده في النص يبقى انا كده جبت كام نقطه؟ واحد فاضل ايه؟ واحده كمان اجيبها ازاي؟ نفس الكلام اجيب خط تاني في المستوى ده وخط تاني في المستوى ده وكلهم مع بعض مشكلة كده اجيب خط في المستوى نقطة توصل بين النقطتين تعال نشوف ازاي نجيب نقطة مشتركة بين مستويين كنا هنجيب خط هنا وخط هنا طب الخطين دول عشان اضمن ان هم يتقاطعوا عشان اضمن ان انا اختار خط هنا وخط هنا واضمن ان هم يتقاطعوا يبقى ينفع الاسلوب؟ لا لازم يبقى ده وده يتقاطعوا طب ايه رايك
مفتوحه. فالفكره ان انا اخد اتش 6 هنا مع اتش 6 هنا يجي لي النقطه مفتوحه 6 واتش 10 هنا مع اتش 10 هنا يضرب مع بعض يدي ايه؟ نقطه منصوبه كام؟ منصوبها 10. ده كلام ده اللي انا قلته، الكلام اللي قدامك ده هو ده اللي انا قلته. شوف مثال، شوف مثال. انا بديلك مستويين وبقول لك هات خط التقاطع. طب هو المساله في الامتحان تبقى كده هتخط مستويين؟ هتبقى كده؟ ممكن، ليه لا؟ ممكن سؤال صريح وبسيط ومباشر وان كان ده يعني احتمال قليل، مش كده؟ لكن الاصل ان انا اقول لك ايه؟ اقول لك انت معاك هرم ومستوى القاعده ومستوى الفا ومستوى الوجه الفلاني ومستوى بيتا، يبقى انت تعمل ايه؟ تقاطعهم مع بعض يديك خط عليه الضلع اللي مش عارف اسمه ايه مثلا. خلاص؟ طيب لو انا عاوز اقاطع مستويين هدي لك مستويين، سيب المستوى الاولاني اديتهولك بايه؟ بايه؟ ما يدوم؟ مستقيمين. مالهم؟ مستويين متوازيين. لا ما تسموهمش مستقيمين متوازيين. امال بنسميهم ايه؟ افقيين. صح؟ بنسميهم دول افقيين في المستوى. واحد عند المنسوب كام؟ ثلاثة. اثنين والثاني عند المنسوب ثلاثة. وأدام افقيين يبقى لازم يبقوا متوازيين يعني افقيات المستوى الواحد لازم تبقى ايه؟ متوازية مش كده. طيب ده المستوى الأولاني. هو المستوى عشان دول ممكن ادي لك ايه؟ ادي لك اما خطين افقيين كده او اي خطين بقى متقاطعين او اي خطين متوازيين او واحدة منصوبة كتير والتانية منصوبة جامد.
ثلاثة يبقى هي بتفكر اخدها واجربها. لما كررتها جبت نقطة على خط الانحدار منسوبها كام؟ منصوبها أربعة. أنا جاي أعمل منها موازي للأفقيات أو عمودي على خط الانحدار أربعة. أنا جاي بقى دلوقتي مش أربعة. أنا عايز أربعة بتاعت المستوى ده مش كده؟ أول ما أجيب نقطة منصوبها أربعة. أنا جاي بقى وصلنا النقطة اللي منصوبها ثلاثة يبقى ده خط التقاطع بين المستويات. طيب خط التقاطع عشان تقول إن أنت جبت خط التقاطع لازم تكون جبت إيه؟ تكون جبت المسطح بتاعه وتجيب التدريج او الفتره بتاعته وايه كمان انت حاجه بقى؟ اتجاهه اللي فاكر ها؟ اتجاه اتجاه الانحدار. ايه الاتجاه ده؟ السهم. السهم اللي انا حاطه ده السهم ده دايما بيجي من المنسوب العالي لغايه المنسوب ايه؟ الواطي. جميل قوي. يبقى كده جبنا خط التقاطع كان المكمل زي الفل. كام واحد من القاعدين فين خط التقاطع ده؟ ترفع ايدك كده. طب كويس حلو طيب بعد تقاطع مستويين عندك التقاطع المستقيم مع مستوى. تقاطع مستقيم مع مستوى ودي عملية متكررة كتيرة جدا. تقاطع مستقيم مع مستوى عملية متكررة كتير. مثلا اديك مستوى الفقر بتاع المنشور وادي لك مستقيم وقع عليه حرف. وقع عليه حرف. يبقى نعمل ايه؟ اقطع مستوى الفقر بتاع المنشور وفي خط وقع عليه حرف. من غير ما اطلب منك كده ومن غير ما اقول لك هتعمل ايه؟ على طول هتلاقيك بتروح تعمل ايه؟ تجيب تقاطع المستقيم اللي هو عليه الحرف مع المستوى اللي هو عليه القاعده ونجيب نقطه. ايه النقطه دي عباره عن ايه؟ نقطه في القاعده. هي احد رؤوس القاعده. يبقى تقاطع المستقيم مع المستوى عمليه مهمه جدا. تقاطع المستقيم مع المستوى عمليه مهمه جدا. طيب بالمناسبة إن شاء الله المرة اللي جاية هنعمل محاضرة للأمثلة بس مش قلنا شرح أمثلة نقعد نحل كده مع بعض الأمثلة عشان نتدرب كويس لأن الجمل اللي بعديها هتحدد الكلام ده داخل فيها؟ هتحدد من الترم عشان كده المحاضرة اللي جاية بالنسبة لك أنت كل الناس اللي قاعدة دلوقتي قدامي مدعوة للحضور اللي جاي مش الاثنين اللي بعده ده الاثنين اللي جاي. دي محاضره استثنائيه هنعملها إيه؟ يوم الاحد ومجموعتين يوم الاربعاء يعني الاربع مجموعات يوم الاربعاء. محاضره استثنائيه الهدف منها احل لك امثله عشان ما تصدمش وما تتفاجئش في الامتحان ان شاء الله. لو انا فكرت لو فكرت دكتور طبعا انت سؤال يعني اساسي قوي. لا هو ايه اللي بيحصل؟ عشان تحط استثنائيه واحل لك مسائل عشان ما تستغربش ويرجع يقول لي الحاجات دي ولا دكتور ذكي لا بتسال ايه دخل ممكن يكون المحاضره دي يا مولانا عبد الله على الجزء اللي انا درسته لك هو الاسقاط بس خلاص انا مش دكتور هيبقى من اول الامتحان هيبقى فيه الجزء بتاع الاسقاط المفهوم اللي قبليه كله صح؟ من اول السنه نفس الكونسيبت نفس الاسلوب بالظبط. هتعملوا ايه؟ هتعملوا كعب اللهم انا
السلاح حلو مش وحش بقى. بتقول اول حاجه المره المصاري دي بالمستقيم معلومه هو المعلومه معلومه مستقيم ومعلومه مستوى على طول مع بعض. اول خطوه زيها في الخط زي العمودي بتقارن بايه هذا المستقيم مستوى. هتقولي لا في العمودي بالمره المستوى في وضع خاص. اقول لك يعني نوع من التسهيل لكن انت تقدر بمره بيه اي صعب مش لازم اقف هنا تمرر اي مستوى عايز تمرر مستوى في وضع خاص هيبقى صعب عليك. ايه الاوضاع الخاصه عندنا في المخطوط؟ ايه الاوضاع الخاصه بالمستويات؟ نبقى مستوى هل اي مستقيم في وضع عادي كده مايل كده تعرف تمرر بيه مستوى؟ لا ما ينفعش. مش تمرر بيه مستوى افقي يبقى لازم يكون هو اصلا افقي ومش بالضروري يكون المستقيم افقي. تمرر بيه اي مستوى وخلاص. طب امرر بيه اي مستوى خلاص ازاي يعني؟ ترجع تاني بقى للمهندسه معايا مش مهندسه عشان انا لسه ما مررتش حد ولا سامعني خالص ولا الكلام ده ليه لازمه. في اصابع بتلعب من حضرتك. طيب بقول ازاي نمرر مستوى مستقيم؟ هو المستقيم ده اللي هيبقى قدامك ده مش عليه نقطتين واحده منصوب ثلاثه مثلا والثانيه منصوب 10 او اي منصوبين لازم يبقى فيه نقطتين على الاقل اللي منصوب ده يعني ايه؟ برافو عليك صح؟ يعني خطين بوظوا بعض برافو عليك. تعالى نشوف المنصوبه اثنين اي خط مسميه اتش 2 والنقطة اللي منصوبها 10 نعمل أي خط يوازي الخط الأولاني وسميه اتش كام؟ اتش 10 خلاص عرفت مستوى صح؟ هو مستوى إيه؟ خطين أفقيين خطين كده؟ هنشوف الكلام ده بالرسم دلوقتي هنشوف في بعض الناس قاعدة إنها ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت أو ما ذاكرتهاش بس الكلام ده أنا بتكلم كده في أساطير الأولين يعني في حاجة غريبة أوي كانت القرن مثلا وين يعني. هتشوف الميزان بعد ما مررنا مستويين هسوق مستوى جديد بالخط اللي عندي. الخطوه الثانيه اللي كنت بتعملها في العمود دي كانت ايه؟ الخطوه الثانيه اللي كنت بتعملها خط المستويين فوق جديد خط جديد خط جديد ده لسه بيقول لك ايه؟ عشان نميز بين الخط القديم والجديد. القديم اسمه ام والجديد اسمه ايه؟ اني كي. الخطوه رقم ثلاثه اللي بتفرض نفسها ايه هي؟ قامع كي مع ام هما لازم يتقابلوا عشان يجيبوا الطاقات على الطاقات. هو مش ممكن كي وام دول يبقوا شماليين على صميم وبالتالي ما تخرجوش؟ لا هو مفيش مستوى شمالي ممكن؟ لا مش ممكن. برافو عليك. مش ممكن ايه بقى؟ مش مفيش مستوى شماليين لا ها ليه مش ممكن يبقوا سكيوب؟ مفيش مستويين شماليين عشان ايه؟ مفيش مستويين شماليين انا بتكلم كي وام ما هو ده في مستوى وده في مستوى وام ده مستقيم تاني ما هو ده في مستوى وده في مستوى كلام علمي والله كلام كويس بس هو يعني عايز تقول اسمها مستقيم 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 كلام حلو كده انا فاهم منصور بس الكلام يعني وين نفس المستوى صح وين محطين وين نفس المستوى وين سيوب ازاي يعني فش. طب ادي مستوى بقى وين نفس المستوى ادي المستوى اللي يفت ولا اللي انت عملته دي لا وين نفس المستوى ما ينفعش يبقى سيوب امال ينفع يبقى ايه؟ ما ينفعش يبقى سيوب امال ينفع يبقى ايه؟ يا إما متقاطعين هما في نفس المستوى يا إما متوازيين يا إما منطلقين. منطلقين لا طبعا التوازي ده حاجة والانطلاق ده حاجة تانية دول منطلقين أيضا متوازيين طيب عارف بقى لو طلعوا لو طلع فين مع فين مع مين كده كده مش متخاطعين خلاص؟ لو متخاطعين شو بس انت كم بقى يوم في يوم يبقى في يوم متخاطع. لما قلتوا
ايه؟ لما يكون متقطعين يبقى فين نقطة خطأ؟ لو كده مش مخوفك ها؟ لو كده يا ابني صار يبقى موازين ومفيش نقط تقاطع مفيش نقط تقاطع يعني ايه مش نقط تقاطع؟ يعني ايه كيف تجيب تقاطع مستقيم مع مستوى ما لقيتش نقط تقاطع؟ يعني ايه؟ حمار ويخلق ما لا تعلمون. عادي. لو طلعوا من طرفين يبقى في كم نقطة تقاطع؟ عدد لا نهائي. يعني ايه في عدد لا نهائي من نقط التقاطع؟ يعني متوازية. يعني متوازية. يعني متوازية. ممتاز جدا جدا. تعالوا نشوف. اهدى المايك بقى تبادل المايك خلينا بس الاول من شويه شكله معوض اه هو عملنا الخطوة الأولانية اللي هي مستوى الخطوة الثانية خدناها الله يخليك
في الكيس. ما صار هو القديم كده. طب الأول من الطريق إزاي؟ أمسك كتش شاهد من واحد إلى واحد إلى نفس المنصوب أطلع واحد في المنطقة أدور على الشيء التانيين واحد في مصادة واحد في مصادة في نفس المنصوب هو دي المنطقة كده أوصل منهم خلص. طيب أول أمر ما يمشي مين ما يمشي مين؟ مين مع مين وثلاثة مع ثلاثة المسألة يعني اختراق يكفي خط التفاصيل. كم واحد فاهم لغاية هنا؟ والباي بوس المحاضرة اللي فاتت معنا ده اللي يا شباب مستقيم ومستوى كم واحد فاهم لغاية هنا؟ مش فاهم الجبن اللي طلع المنقط ده لو مش شايفينه انت عملت المنقط اه
الخطين دول اخدهم من بعض ايه؟ جيلي ده اساسا. انا اخدهم من بعض ايه؟ واضح كده ان هم متوازيين يعني ولا مترابطين ولا مقتنعين؟ انت كتعين. مستمعين تحت شماليين؟ لا لا. فانا عندي 3 اوبشنز بس. يا اما متوازيين يا اما مترابطين يا اما متقاطعين. اختار ايه؟ متقاطعين. يبقى فين نقطة تقاطع؟ على طول قدامي دي نقطة تقاطع. كده انت جبت المفهوم؟ جبت المفهوم ده؟ لا. اختار ايه؟ منقسم. النص. صعب المنظور حد يدرس المنظور او حاجه
منظور احنا خدنا ورا يبقى لازم هو خطين انحدار متوازيين عشان يبقوا متوازيين يتحقق ثلاث شروط اول حاجه المصاف متوازي صح وايه ده مين وايه ايه كمان والفترات والمتزاوج والله كنت عايز اقول كلام بدري فتره الدم لو كانت كبيره يبقى لازم ده فتره ايه كبيره لازم يبقى اربعه لان الفتره دي ميديتيشن على الميل مستويين الموضوع ده بتاع الانسان معايا مستوى معايا نقط توقع كده من المطلوب يعني كويس معاك مستوى معاك نقط ان شاء الله توقع السؤال توقع السؤال ارسم مستوى نقط عشان كده ما تجيبكش السؤال في السلايد ارسم مستوى النقط افتح السلايد وتوقع السؤال ومن جوه ويعمل ايه؟ يبقى السؤال بيفرق نفسه توقع السؤال كنت جاي من هل الثلاثة دول واضح دلوقتي؟ اه واضح المسقط قدامي هو عمودي الفترة هي الجزء اللي انا عامل عليه سهم ده زي الفترة اللي هي مسافة بين الخطوتين فرق المنسوب بينهم مساوي والسهم اللي انا عامله ده جاي من اتجاه الانحدار كويس جبت خط الانحدار بتاع مستوى الاحمر يبقى انا عامل ايه بقى المهم ايه؟ ارسم خط الانحدار مستوى جديد يوازي ده يوازيه كمسقط بس لا مش كمسقط بس ده كمسقط وفترة واتجاه انحدار زي ما هما الثلاث شروط او خط يوازي في المسقط يوازي وبعدين اتجاه الانحدار زي ما انت شايف نفس السهم في نفس الاتجاه الشرط الثالث ناخد الفترة بتاعت المستقيم خط الانحدار الاولاني ده حطه على المستقيم الثاني عشان نجيب التضارب بتاعه اخد المسافه دي احطها هنا يبقى دي الفتره يبقى اذا كانت ايه منسوبها 5 يبقى انا جبت دلوقتي نقطه منسوبها كام؟ يا ترى 4 ولا 6؟ 6 بيجي من العالي للوطي كام واحد ولا 4؟ 6 6 بس ايه؟ ها؟ كام واحد ولا 4؟ طب كام واحد 6؟ 6 ماشي تمام ايوه تمام ها؟ من العالي للوطي الاتجاه اللي انت يعني الاتجاه التاني ده بزيد في المناسيج بزيد لو برجع لورا كده يبقى المناسيج بتزيد مش كده؟ طيب ايه بعد كده؟ قول انت انا رسمت ضرب مسار انا جبت خط الضرب بتاعه ده كافي ان انا اقول ان جبت مسار كافي؟ ارسم كافي ارسم كافي بس هنا عمليه نفسيه كده عشان تقول ان انت جبت مستوى محتاج تشوف خطين يعني كده؟ فتقوم تعمل بقى خطين افقيين كده ولا حاجه وتكتب عليهم ماتش كذا وماتش كذا ها عشان تقول انت جبت مستوى لكن هو في الحقيقه خط الانحدار كام؟ خط الانحدار كام؟ كم واحد في المثال البسيط ده؟ جميل حلو المثال بقى تاني ها يعني اصعب بقى شويه اصعب مش طالب مثال يسال ولا حاجه اقرا كده المثال وقول لي انت فهمت ايه؟ ارسم مستقيم نمر النقطة اي ويمسي مستوى الفا ويقطع المستويين ايه معلوم هنا؟ مستقيم معلوم ثلاث حاجات ايه والفا وان؟ نقطة مستقيم مستوى ثلاث حاجات ايه المطلوب؟ ثلاث حاجات
المضروب ايه؟ تجيب ايه؟ ها؟ المضروب تجيب ايه؟ مستقيم. تجيب مستوى؟ لا. مستقيم. المضروب تجيب مستوى. المضروب تجيب ايه؟ مستقيم. مستقيم. طب بقولك ارسم مستقيم. ده عربي يا جماعه ولا في ما تعرفش عربي؟ اسم مستقيم معناها المضروب مستوى؟ معناها المضروب مستقيم. ماله بقى المستقيم ده؟ المستقيم ده بيعمل ثلاث حاجات، حاجات ثلاث شروط. في ثلاث خصائص، ايه هما؟ أول حاجة يمر النقطة، تاني حاجة يوازي المستوى الجهدي، تالت حاجة يقطع الخط في المستقيم الجهدي، دول ثلاث شروط. عايز المستقيم يمر النقطة، يوازي المستوى، ويقطع الخط مع النقطة. ده كلام جميل. أصل حاجة؟ قول. عبد الرحمن مالي عبد الرحمن في البداية طبعا ممتازة 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 ما البداية بس أنا عليك فاتي على فقال إن نعم خطوة البيت في المثال البيت مثال عشرة يعني مرر بنقطة إيه مستوى يوازي المستوى المعلوم ليه مرر بنقطة مستوى يوازي المستوى المعلوم إيه عقدة المستوى اللي أنت هتعمله ده بالمستقيم المطلوب ايه العلاقه؟ المستوى اللي انت هتعمله ده يا عبد الرحمن هيحتوي المستقيم اللي انا طالبه. ليه يحتويه؟ لان انت بتقول انت عاوز مستقيم يوازي المستوى يبقى اكيد هو نفسه واقع في مستوى يوازي المستوى ويمر النقطة. يبقى دي الخطوه الاولى، برافو عليك. انا مبسوط منك جدا. يبقى الخطوه الاولى انا سعيد انك سالت السؤال. انا لسه بص الامتحان جاي يا دكتور. هنمر المستوى يوازي المستوى المعلوم يمر بالنقطة المعلومة كما في المثال السابق. ده كلام عبد الرحمن بالظبط الحرف. طب بعد ما مررنا بقى المستوى ده ها هتقولي قول ممتازة ممتازة اسمك ايه؟ اسمك نور هيا هيا المستوى اللي انا عملته دي ده بعد ما عمل المستقيم الجهدي هيدينا ايه نقطة؟ يدينا ايه؟ نقطة برافو عليك يدينا نقطة الكلام اللي قالته نقطة واضح ان هي اه في البرزنتيشن اللي انا بقولها يعني او ده الافكار يعني حاجة من الاثنين الفكرة البرزنتيشن ده حاجة بعد فكرة جبنا نقطة جبنا نقطة الشاطر الاول خاصة ان احنا على ابواب ناخد زي اللي بالمره ايه بقى خد المسطره وقيس اما بيت بعد بيت مسطره بيت مسافه صح بيت ارتفاع بيت زاويه طيب عشان تقيس بعد البعد ده بيبقى فيه ايه في ثلاثه كده في النص والثلاثه لابسين اسود ثلاثه جنب بعض ايوه عارفين نفسهم ايوه نص هم هم بعد المهم كده شفتوا تعالى بس نصوا ماشيين لا ايه عامل اسود ثلاثه خد عكس خد 10 يلا
ده مش حاجة، هم خلوا مشروع فرق إن شاء الله. طيب اللي هتقول بعد دول يا جماعة هاو إزم خلاص؟ تعالوا مدينة تعالوا مدينة قولي ما انا بس مش عارف تقول خطين ايه؟ متوازيين عشان يبقى البعد بينهم ثابت عم يجيبوا لان هما مش متوازيين يبقى البعد بينهم متغير. خلينا في اللي هما متوازيين فهتعمل ايه؟ معاك مستقيمين متوازيين زي العمود ده والعمود ده وعايز تجيب البعد بينهم مع المسافه اللي بينهم. ايوه مش انت حد بيعمل كده. انا عجبني قوي والله الاشارات دي، لغه الاشارات دي يعني مونتاج ده كلهم بيحبوا الصوابع في صوابع بتلعب في المحاضرة. اتفرج على اسمه لو تفوتش عليه اتفرج عليه بس ما تفوتش عليه من فات. تعالى عليه الاشاره دي معناها هنعمل مستوى عمودي على المستوى لسه بس هنعمل مستوى عمودي على ولا ايه بقى بالظبط؟ هو بعد الحرية تظهر ولا ايه بتاع بعد ال ده اقول لك فين احنا بنتصرف. بس بحاول ابسط الموضوع عشان ناس كتير كانت الاجمال اللي بالنسبه لهم ماده غلسه ومزاج خالص. دي جميله يمين عملنا انا عارف ان انا لازم اصور مش فيها عرفت ان الخطوه الاولى الخطوه الثانيه عملت مستوى عمودي على المستقيمين. الخطوه الثانيه تقاطع المستوى ده مره مع المستقيم ده جيب نقطه ومره مع المستقيم ده جيب نقطه. الخطوه الثالثه تجيب المسافه بايه؟ النقطه دي حقيقي. يبقى الخطوه الاساسيه هي ايه؟ اخر امتحان؟ تعمل مستوى عمودي على المستقيمين وعلى فكره اول امتحان ايه؟ حاجه ماشي عمودي على رسم يبقى الخطوه الاساسيه اللي هنا اللي في الموضوع محتاج تعرفها وتفهمها هي ازاي تعمل مستوى عمودي على طب لو عايز اجيب بعد دي المستويات تجيبوا ازاي؟ اتصلوا بيا برسم ايه ده اشرح فيه؟ ايوه ده اعملها ايه؟ اعملها ايه؟ اتصلوا ازاي؟ طب احنا هنعمله مين؟ بقول لك اعمل كده اعمل كده ما انت عمودي بقى احنا بنعمله الاول يعني هي مخاطر يعني عمودي على المستويات هو عشان احنا بنعمل عمود صفحه ما انت بتعمل عمود برسم وتحط خطين وسط منهم كله بالصباح ما بتعملوش دي الخطوه الاولى عمل مستقيم عمود على المستويين. الخطوه الثانيه ايه؟ الخطوه الثانيه يقاطع الخط اللي عمل عمود ده يقاطع مره مع المستوى ده ومره مع المستوى ده جاب نقطتين يجيب المسافه بينهم. يبقى هنا ايه هي الخطوه الاساسيه في الموضوع ده؟ مستوى العمود تعمل مستقيم عمودي على مستوى لو عمودي على مستوى عمودي على مستوى ثاني مش كده ليه؟ يعني اذا القياس ده كله كده يقول ايه العمليتين دي؟ صح؟ ازاي ترسم مستقيم عمود على مستوى او العكس؟ ازاي ترسم مستقيم عمود على مستوى او العكس؟ بس لو فهمت العمليه دي او العمليتين دول انت فهمت القياس بتاع تقيس بقى اي بعد بينهم ماشي بقى؟ طيب هنركز دلوقتي في كيفيه عمل مستقيم عمود على مستوى او مستوى عمود على مستوى قبل ما نعمل عمليتين دول ما هي العيار؟ عملت كام غلط؟ والخسارة أسوان اسكندرية بين المستقيم والمستوى اللي هم عاملينها غلط. ده اللي عايزين نتكلم فيه كده نتكلم فيه دقيقتين وبعد كده نتكلم في الجزء. يا ترى لو انا عندي مستقيم ومعايا مستوى الاثنين عاملينها غلط استفيد كده ايه يعني؟ ايه اللي استفدت منه؟ معايا مستوى اهو ومعايا مستقيم اهو عاملينها على بعض. يبقى المستقيم ده بيبقى معمول على مستوى ايه؟ عمودي على كل الخطوط كل المستقيمات اللي فيه صح ماشي طلع كويس ده كله. طب لو ده عمود على كل المستقيمات يبان في المسقط عمودي على كل المستقيمات ده ولا لا؟ يبان
العليم ده عمال ليه نفس المسؤول؟ العليم الحقيقي الإيمان الحقيقي. مين في اللي هو الإيمان الحقيقي؟ في المصدر لفقيات. برافو عليك. دي لفقيات الجواز الأفقي فيطلع طولها حقيقي. يبقى إذا أول حاجة عرفتها وطمأن لها قلبي إن المستقيم اللي عمود على المستوى يبقى في المصدر، المصدر بتاعه عمود على لفقيات هذا المستوى. الجمله اللي انا قلتها دي فيها كلمات كتير، هل مفهومه ولا عايزه ايه؟ عايزه تاني مفهوم؟ عايزه تاني عايزه تاني عايزه تاني. معايا المستوى، معايا المستقيم، يبقى المستقيم عمودي على الافقيات، الافقيات دي حقيقيه في المصدر، يبقى لغه ايمان عمودي على في المصدر. اللغه العاميه مش كده؟ متعودين على الايمان. ماشي مش كده. يبقى اول خاصيه إن لو معايا مستوى تعالى على الخطوط الأفقية واعمل إيه؟ واعمل عمودي. يبقى ده إيه ده؟ ده مسقط المستقيم عند المستقيم. لغاية هنا مفهوم؟ لغاية هنا مفهوم يا شباب؟ باشمهندس ركز معايا، أنا مش هطلب بنات والله يزعلوا. طيب. يبقى في المسقط المستقيم العمودي ده هيبقى عمود على الأفقيات. طب أسألك سؤال بقى، بس خد بالك وركز معايا. هو ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ خط انحدار مش كده؟ ايه علاقته بالافقيات؟ عمود عليه. طب وده؟ ايه علاقته بالافقيات؟ عمود عليه. يبقى ده ايه علاقته بده؟ عمود عليه. حرام عليك، هتلخبط المعلومتين. مش قلنا ده عمود على المستوى ده عمود على كل اللي فيه؟ يبقى ده ايه علاقته بده؟ عمود عليه. عمودي برضه على فكره. لا 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 اثنين في واحد. حل ده. حل توافق. يبقى في المصادر يتوازوا بعض. بينما في الفراغ هم ايه؟ عمودين على بعض. يعني وصلنا دلوقتي لنتيجة مهمة جدا. جدا. مرة ثانية. 65 متر. ان الخط اللي انا عايز ارسمه عمودي على ده. اعمله عمودي على الافقيات يعني يوازي الخط اللي حضرتك. مش كده؟ طيب. طب يا ترى اتجاه الانحدار بتاع ده وده يبقى نفس اتجاه الانحدار ولا عكس بعض؟ برافو عليك. يبقى دي الخاصية التانية. دي الخاصية التانية، دي العلاقة التانية. خط الانحدار المستقيم ده اللي انا عايز ارسمه على المسار هيبقى عكس خط اتجاه الانحدار بتاع خط الانحدار. جميل. الحاجة التالتة، في علاقة بين الميل دوت وميل ده؟ نفس الميل. لا لا ده عمودي على ده اهو. نفس الميل. يا ترى ده لو افقي. ما هو نفس الميل بس عمود اخر. عمود اخر. عمود على ده لو افقي يبقى لازم ده وعمود على افقي. طب لو ميلت ده خليت تعمل زاويه 30 مثلا. يبقى ده اللي عمودي عليه هيعمل زاويه كام؟ 60. طب 60. يعني في علاقه بين الميل ده والميل ده؟ قول لي اه. ايه العلاقه؟ مجموعهم يساوي. قول مجموعهم يساوي 90. أو قول إن زاوية الميل دي بتتم زاوية الميل دي. خلاص أنا ما أعرفش كلمة بتتم دي والمجموعة كام؟ 90. 90. سبلمنتري. طب لما زاوية الميل ده كومبلمنتري هي ال 90 سبلمنتري هي ال 180. لا لا عادي. الفترة ده في علاقة كومبلمنتري يا عم خلاص يا عم خلاص. الفترة دي مجموعة 90. الميل مش كده ولا ليها علاقة بالميل؟ يبقى إذا في علاقة بين الفترة ده والفترة ده. إيه هي العلاقة؟ هل بيساووا بعض؟ لا. لا ما بيساووش بعض. امال ايه بقى لو ما بيساووش بعض؟ في الحقيقه وهصدمك بقى واقول لك ايه العلاقه وارجع افسرها لك. العلاقه بين فتره ده وفتره ده ان حاصل ضربهم بيساوي واحد. ايه؟ اه حاصل ضربهم بيساوي واحد. يعني لو ده فرضته باربعه يطلع ده فرضته واحد بنص. لو ده فرضته بنص يطلع ده فرضته باثنين عكس بعض. منين جبت الكلام ده؟ لما يقول لك بقى على الرسم هو كل الكلام ده هو ده اللي انا قلته بالظبط. ان عمليه القياس تعتمد على التعارف بين المستقيم والمستوى. انت فهمت ليه؟ ان
العمليه الاساسيه لو جبتها بعد كده تبقى اقوى وتجيب حاجه. طب كان في مستفيد ان عامله على مستوى الفا يبقى ان ده عامله على الوسطيات ده على مستوى وبالتالي كمسقطه مسقطه في وزن مسقط خطر الحضار هو نفس الكلام اللي انا قلت من شويه. في حاجه جديده لغايه دلوقتي؟ مفيش جديد. واتجاه الحضار بيبقى عكس اتجاه الحضار دي قلناها ولا ما قلناهاش؟ قلناها. زاوية الميل هنا بتعمل زاوية الميل هنا قلناها؟ اه قلناها. طيب يعني مجموعة 90؟ اه قلناها دلوقتي. تعالى بقى اثبت لك ليه فترة دي مضروبة في فترة ده تطلع يساوي كام؟ واحد. هو يعني ايه فترة المستفيد ام؟ تقول لي هي المسافة الأفقية على المستفيد ام بين نقطتين فرق مقصود بينهم واحد. ايه رايك في ان انت تيجي تحط الفترة وتحط دلتا زد واحد وتوصل زي ما بتشوف حقيقي؟ ما هي دلتا زد واحد دي تقابل مسافة اسمها فترة اسمها فترة لان الفترة هي المسافة الأفقية بين نقطتين دلتا زد واحد. يبقى لو وصلت دلوقتي نهاية الخط العمودي ده بنهاية الخط الأفقي ده وصلتهم ببعض مش يطلع هو ده الطول الحقيقي بتاع ايه؟ اه وتطلع الزاوية اللي بين الطول الحقيقي والمسقط الأفقي دي زاوية مين المستفيد ايه؟ اه لغاية دي مفهومة. كم واحد مش فاهم دي؟ ها؟ كم واحد مش فاهم اللي عنده سؤال يفهم عايز يفهم عايز ايه؟ هو انت لما تيجي تجيب زاوية مين المستفيد جنبي لما تيجي تجيب طول حقيقي مستقيم بتعمل ايه؟ بتاخد مسافه افقيه وتطلع دي الست بتاعتها وتوصل يبقى ده طول حقيقي وتبان زاويه الميل على المسافه الزاويه. الكلام اللي انا قلته ده غريب ولا عارفينه؟ عارفينه. طيب افرض انا عاوز اخد الفتره الفتره لما احط ثلاثه ست كام؟ واحد. واحد. الفتره تعرفها ومسافه بقى اكرر فيها 1000 مره الفتره هي مسافه افقيه بين نقطتين واحد. يبقى لو خدت الفترة يبقى تحط تلت زد كام؟ هو واحد وصل يبقى ايه ده؟ ما ده طول حقيقي. حد لسه مش فاهم؟ كويس لسه مش محبط، أنا مبسوط منك جدا. ما شاء الله عليك. أنا خدت دلت خدت الفترة حطيتها على مسافة أفقية. خلاص؟ بين دي وبين دي. وجيت من هنا عملت عمودي. طول واحد وصلت دي دي في نهاية العمود. كده فهمت؟ الحمد لله. يبقى جبنا زاوية الميل. طيب في زاوية هنا في زاوية هنا على الرسمة دي الزاوية اللي فوق ايه؟ زاوية مين بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ ام بتاعت مستقيم ام. طب يا ترى لو انا حبيتها دي زاوية الميل بتاع مستقيم اف بقى اللي هو خط الحضارة التالتة التالتة يبقى الناحية التانية. برافو عليك. هاجي اعمل كده. خليني اقول بالراحة. خليني اقول بالراحة. هعمل مثلث تاني. هعمل مثلث تاني. فالمثلث التاني ده الدلتا ست بتاعته تبقى بكام؟ بواحد. وتبقى المسافة الأفقية بتاعته بكام؟ تقول لي فترة المستقيم اف بقى مش ام بقى اف يعني دلتا ست دي مشتركه صح؟ دلتا ست بواحد مشتركه في المثلثين مش كده؟ بس اذا جاب لي الفتره ده ناحيه دي على اساس المثلث الثاني ناحيه دي يبقى المفروض لو انا عامل الفتره امشي الناحيه دي كده على اليمين واحط الفتره وانا اوريدي طالع هنا دلتا ست كام؟ بواحد اوصل كده يبقى ده طول ايه؟ حقيقي. فهو انا عامل الفتره انا مش عامل الفتره صح؟ انا عامل زاويه الميل انها بتكمل دي. طب ايه رايك لو انا جيت هنا عملت عمودي عملت عمودي كده هل زاويه الميل دي تتمم دي؟ طبعا هل زاويه الميل دي تتمم دي ودي نقطه زد هنا واحد يبقى المسافه اللي تحت على اليمين دي حلوه هي دي فتره مستقيم اف